الرأي كيتغير. اختار لي فهاد السيارة هادي اخوتي الصادقة الفئة السيارة كيقولوا ليها الام دو هادي. قال لك اخوتي ابشع سيارة صنعات بي ام. نشريها اخوتي اذا كان لك في الجد. هي هادي كابريولي وجاية في واحد الكودور زيتي كما كتشوفوا الهرب. اللهم بارك. شوف والسلام عليكم مرة اخرى يا الاخوان. مني غنبداو اخوتي في هذا الفيديو اخوتي غتشوفوا معايا غير الباك ديال الام والوحوش الغير مروضه واغلبيه. المهم هذا الفيديو غتشوفوا غير اواخر الدراري الاسعار ديالهم وغير الام اللهم بارك موديلات ديال بصح. غادي نبانوا معايا هذه اخوتي غادي نبداو معاها هذه الاكس كات. هذه بالنسبه للناس اللي كتبغي جي ال سي من مرسيدس كاين اخوتي حتى الاكس كات. حنا المغاربه عليها الطلب شويه قليل ولكن راها حديده واعره. يعني كاين الفيرسو ديالها الديزل والاسانس العاديين الا هذه الفيرسو ديال الوحش. هذا هو الوحش طاج الاخر ديالها كات سورسي دو شابو يا اخي. فشوف كات سورسي دو شابو عارفه الحمق. انا اخوتي شوفوا تبارك الله جنيح ديال الكربون محطوط بواحد الثبات. يا سلام وليدي طاي يا اخي الارماني. شوف تبارك الله وصل عند بيشوش. انا الحباب شوفوا السياره الحطه ديالها يا اخوتي حطه ديال رجال الاعمال بامتياز. انا الحباب لي جون ديال بي ام الدراري وفاش كطع عليهم هاد البيصاف الحمر واللوغو ديال الام الحماق. انا اخوتي لي ديطاي اللهم بارك. السياره الحباب في الزيرو كيلومتر. انا اخوتي عشاق بي ام اينما كنتم. انا الدراري وفي نظركم شكون اللي احسن واش هي ولا جي ال سي؟ يلا عشاق مرسيدس بانوا وحيحوا. بغيت نشوفكم في هاد الفيديو. انا الحباب كما كتشوفوا البي ام لايزر اللهم بارك. بلا الا دخلتي في لي زوبسيون هذا ما غتساليش لان هادو راه الحماقه اخوتي. انا اخوتي لي روتروفيزور كيعجبوني عندهم كيجيبوهم بواحد الطريقه مقصومه داكشي الهبال. الكربون جبنا من سبويلر لور وها انت الحباب شوفوا تبارك الله وصل على النبي لي سياج كيفاش دايرين. والمارو مع الكحل فاش كيطيحوا بجوج كيقتلوني انا الدراري. الكربون اخوتي كما كتشوفوا معنا حتى في الطابلو الداخل. والسياره كما كتشوفوا معنا في الزيرو كيلومتر. يعني هادشي اللي كندويو عليه اخوتي اخر ما غنات البافاريه 510 ديال الخيل محرك 6 سلندر. السعر ديالها الحباب كما كتشوفوا 103 اخوتي. هنايا يعني كتهضر على الوحش اخوتي. اعطونا الاراء ديالكم واش ما احسن هي ولا جي ال سي الجديده. الراي ديالي جي ال سي جديده خوتي صارح فهمتي صارح. جي ال سي جديده الهربة ما نكذبوش على الله دي مرسيدس. انا الاخوان كتشوفوا غادي ندويو على واحد القضيه اللي هي ذكيه جدا ذكيه جدا. شوفوا معايا هذه الاكس 1 وهذه اكس 1. هذه مالها؟ هذه ديزل وهذه الكتريك لان الالكتريك كنميزوها الحباب بالاي. ها انتم اخوتي شوفوا تبارك الله هنايا الاخوان شنو هما. المهم بالنسبه للدومين ديالي انا في السيارات بي ام دارت واحد القضيه اللي هي ذكيه. ما دارتش بحال فولكس فاغن ومرسيدس. عطاو الالكتريك واحد ديزاين ديالو خاص به. يعني داك الديزاين كتلقاه غير في الالكتريك. هاد القضيه هادي زوينه يعني عاودوا معنا كلشي من دوي جديد ولكن بي ام في نظري ذكيه عليهم. علاش؟ لان الاخوان شحال من السياره ولا نهضر على راسي انا كتعجبني الايكو اس من عند مرسيدس. ولكن المشكله الحباب ان الايكو اس كاينه غير في الالكتريك. يعني الا بغيتي ديك السياره غتشدها غير في الالكتريك. يعني واحد الكليان بحالي مرسيدس ما غاديش تستافد منه. على عكس بي ام الا بغيتي هاد السياره عجبك هاد الديزاين اسيدي راه كاين في الالكتريك وكاين في الديزل وكاين في ليسانس. حاجه اللي هي زوينه وحاجه اخرى عاوتاني. دابا انا تصدع الالكتريك يقدر يصدق يقدر ما يصدقش. الا ما صدقش المرسيدس وبي ام ولا فولكس فاغن هادوك خاصهم يحيدوا دوك خطوط الانتاج ويعاودوا كلشي من داو جديد. اما بي ام تبقى بنفس خطوط الانتاج تلوح غير البطاريه ديال الالكتريك وتبقى في السيارات العاديين النورمال. واش هاد الدراري كيجاتكم هادي؟ هادي في نظري قضيه طريقه زوينه من عند بي ام الحباب. واعطوني الاراء ديالكم في التعاليق. هنا كما كتشوفوا معنا عندنا الاكس 2 ها هي. هذا الديزاين ديالها جديده الحباب كما كتشوفوا الاواخر. وهنا الدراري بالنسبه للناس اللي كتقول لك البريك وما كيعجبهاش البريك هاد الاعوام الاخر الدراري مع اودي حيحات عليهم في البريك الار اس 6 وكذا الهبال. ها انتم ها المرسيدس ها هي البي ام الدراري الام 3 تبارك الله وصل على النبي. شوفوا اخوتي الوحش كيفاش راهو داير. واجي تشوف معايا لي جونط يا اخي. هذه دابا قلت لكم الصوره ديال البريك مؤخرا تغيرت الحباب تغيرت تماما. ها انت اخويا ها هز لا فامي لي سباس. شوف تبارك الله لا كريل الامام كيفاش دايره. هادو الحباب هما الاضواء
الاولات كتخرج بي ام في السيارات والفئات الاخرين ديالها الام 3 كومبيتيشن اللهم بارك لي جونط اش نقول لكم تبارك الله وصل عندي واحد الجرينارضو الدراري ودائما لي ديطاي كما كتشوفوا معايا الكربون وما يساليوش يا اخي اجي تشوفوها معايا من الداخل اخوتي ها انتوما ديك الام 3 اللي في لي سياج لهي هذيك راه كتجي الحباب اكلاري شوفوا تبارك الله اخوتي كيفاش راهو مخدوم الانتيريور اللهم بارك الحباب اللهم بارك هذه 530 د الخيل يا خويا بريك ب 530 د الخيل السياره اخوتي دايره 112 اي 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 112 يا العشاق شنو غتفضلوا واش هذه ولا الار اس 6 من عند اودي انا اخوتي شنو غادي نفضل بالرجوله الار اس 6 المهم غادي نكملوا الحباب هنا في غادي نوصلوا لهاد الفئه الدراري شويه الراي كيتبدل الراي كيتغير اكثريه في هاد السياره هادي اخوتي الصادقه الفئه الرابعه فهمتوني شي حاجه تبارك الله وسط عنبي اش نقول لكم هاربه بزاف وشي حاجه في لا جونيس شو تبارك الله لي جونط الدراري كيفاش دايرين سياره مخدومه بالعقايله واحد لي فو اغيغ اللي ولات كديرهم البي ام راها اش نقول لكم راها الهربه تبارك الله راها الهربه وكما قلت لكم السياره فيها الفيرسيو الكتريك ديزل اسانس والهيبريد تبارك الله هذه حاجه زوينه بزاف شوفوا معايا لي فو اغيغ كيفاش ولاو غير على شكل خطوط كيشعلوا بالليل كيعطيو واحد المنظر رهيب للسياره منظر واعر منظر اللهم بارك الحباب دو سورتي دو شابمون وهانتوما هذه اخوتي يعني الديزل ماشي دوك الفئات اللي شفنا دوك الفئات اللي طالعين شويه يعني هذه غير مازوط الدراري ها هو اخوتي كما كتشوفوا لي سياج ديالها حتى هي لاعب فيها الكربون لعب اللهم بارك انا الحباب هذه السعر ديالها هنا الدراري كندويو على الزيرو كيلومتر السعر ديالها ديال 80 وهاد البريات اللي شفتو معايا يعني الا خرجتي لك سبورطاسيون كترجع لك لا تي في الدراري يعني هادي المغرب غتقام بواحد 70 ولا كذا كي جاكم السعر ديالها ومع اي اش من فئه نقدروا ننافسوها مع السي ال ا الدراري السي ال ا اوكي المهم انا في نظري هادي ولا السي ال ا السي ال ا وهنا اخوتي كما كتشوفوا فاش كتجي لهاد السيريوان وهادشي هادشي ما تيبقاش يبان لك الحباب بالمره وهنايا هاد السياره كيقولوا عليها الام 2 هادي قال لك اخوتي ابشع سياره صنعات بي ام عطونا الاراء ديالكم واش هاد الهضره هادي بصح ولا ماشي بصح هاد السيارات هادو يعني هما ما تتكونش بي ام معوله عليهم لان كتكون عليهم الطلب قليل الا للعشاق فقط ولكن السياره الناس اللي جربتها قالت لك انه وحش 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 غير قابل ما كيتناقش يعني ما كيتفاهمش وحش في الطريق هانتوما الحباب كي جاكم الديزاين ديالها ديزاين شويه مهم ما شنقول لكم شحال من طوموبيل يعني في الشوفه الاولى ما تقدرش تميزها ولكن كتبقى تشوفها اليوم وغدا اليوم وغدا كتكتشف دوك لي ديطاي ديالها الزوينين وكتولي كتعجبك وهي في الاولى كاع ما عجبتك في النظره الاولى واقيلا داكشي اللي غادي يوقع لنا مع هاد السياره هادي والاراء ديالكم خلاص هذيك ضروري خاصها تكون الحباب في التعاليق الام 2 اجيو اخوتي شوفوا معايا الانتيريور ها انتم الحباب يعني البي ام الدراري على عكس مرسيدس هي كدير تقريبا نفس الانتيريور في جميع السيارات وواحد القضيه بالنسبه للناس اللي تتقول لي في التعاليق ياسين علاش ما كتجيب السوارت وتحل وتورينا الطوموبيلات خوتي انا هاد الفيديوهات كنديرهم غير فاش كنكون جاي نشري شي طوموبيل وكنتسنى البلايك باش نمشي نجرب ديك الطوموبيل اللي غادي نشري ولا كنتسنى يصاوب لي الكونترا يعني باش نبقى جالس عندهم في الصالون الداخل كنخرجوا نمتعوا العشاق هادشي الاخوان ما كاين وهذا هو المبتغى من هذا الفيديو المهم الحباب السعر ديالها هذه شحال كتجي حتى هي فيها ديال البويسونس 460 السعر ديالها داير يعني كانت ب 85 ردوها قولوا ب 71 اش نقول لكم واش نشريها انا ب 71 الف الاورو ما نشريهاش الدراري وانتم غتشريوها ولا لا الله اعلم هادو كتبقى اذواق والاذواق الدراري وراه لا تناقش فهمتيني كل واحد الدراري والذوق ديالو هنا كما كتشوفوا غادي نختم لكم هذا الفيديو بواحد السياره نشريها اخوتي اذا كان اللي كانت في الجد هي هذه كابريولي وجايه في واحد الكولور كولور زيتي كما كتشوفوا الهربه اللهم بارك شوف تبارك الله وصل عندي شوف ولكن اخوتي انا الانتيريور المارو انا الانتيريور المارو عندي ليه واحد الضعف كنحماق عليه كابريولي الدراري هذه في الصيف شي حاجه اللهم بارك اخوتي ها انتم الحباب
تبارك الله وصل على النبي تبارك الله وصل على النبي تبارك الله وصل على النبي. هانتم اخوتي اللهم بارك الحباب سياره ولا اروع. المهم اخوتي السياره دي قديمه ديال 2021 ضربه 28000 ودايره شي يقولوا تقريبا شي 56 وغترجع لك منها التيفيه 19%. وهاد السيارات هادو تيكثر عليهم الطلب فوقاش تيكثر عليهم الطلب في الصيف. دابا فاللي بغيت يتقدى كابريولي خاصو يتقداها في هاد الوقيته لانه تيكونوا الاسعار ناقصين شويه. ايوا المهم عشاق السيارات وصلنا لنهايه هذا الفيديو. نتمنى الله يكون عجبكم هاد السيارات تكونوا استفدتوا معنا شويه. اللي بغى شي سياره يعرف السعر ديالها تعالق هما قدامك اخويا. واللي بغى شي وحش من هاد الوحوش هذا النمره هي قدامك. وتحياتي لكم اينما كنتم.